قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. يبان لي غاك تحمق راسك، ما باغيش يتعمر معايا سوق. حسس باراك عليا نتكافى غير مع راسك، راني كنتآفر مع الوقت بوحدي داعوي الأرض والسباح، أبغى ولي يوقف وقفة صحيحة، أما اللي يدوب وحده بحالي وغير يمشي يسمش مع راسو وزايدو. أنا تهنى أخو راني وليت ساكن في هذا الدار ورزقي غنخسرو على الاطباء ولا فايده. الله يهديك، اعمل برايي، شوف الطبيب دوز على راسك، يمكن يكون العيب منك ماشي منا. شدي او انت ماشي بر الله يرحم الوالدين، ابقي تتابعك في الكلام الخاوي حتى كنت على الفوتوشوب. وتلاقى راسك ودخل وجهي لنا من المدخول. شفتك جيتي بكري، ما بقيت عارف راسي وجيت بكري ولا مشيت معطل. صباطي محفي على الخوى الخاوي. واش نقول لك الطبيب الجديد؟ ديك الشيء اللي قالوه الاطباء اللي قبل منو. هانتينا كتشوف انا ما فحاله وجيبي ما فحاله، انا تقهرت انا عييت. وانا شنو نقدر نعمل يا رحال؟ هادشي ضل الله ماشي ديالي. شي ضل الله ما قلناش، ولكن حتى انا راني بنادم وباغي الاولاد، حتى لاين وانا وياك في هذا الخير باغي بجوج بينا بحال الموكات. سمع الكلام اللي غادي يقول لك يا بنت الناس، انا غتجوج واللي عطى الله انا قلته. Le champion a déclaré que ce tournoi est le moment de l'année qu'il préfère. Papa et maman sont là et Roger a survolé tous ses adversaires cette semaine. Mais contre Roddick, son vieux rival, qui faillit le faire tomber dans la finale marathon de Wimbledon 2009.
عاود القارو على الصباح. صوب لك شي كاس القهوة. الو رحال. معك رحال. ايه باقي فلان راها جمعت الحوايج ديالها وخرجت من الدار الصباح. خرجت فين مشات؟ اسمع السياسي، انا عييت من هذه الحاله وعييت من الصباح. ما حدي انا كان عمل لها في عقله وهي زايده في الحماق. الله يهديك رحال، راه اختي على من كتهضر. اسيدي انا باغي الاولاد وهي جالسه كضرب لي في المونيكات. ملي قلت لها باغي تجوج ما قالت واحد جوج، حتى هزت الشراوط ديالها وزادت خلفها مع الطريق. هذا الشيء اللي قال لها راسها. شكون هذا اللي مصبح عليك؟ انا النبوري. ما بغيش تجاوب على خاطرك. علي فينك؟ انا ماجي. علي قول لي مسالي. معلوم مسالي، راه عيطت لي مولاتي لاله السعوديه. مسالي مشيت مني. هي انا عليك يا ابو عميره، عينك لا كيدورو. وشكون هاد ولد المراه اللي ما كيدوروش عينيه في راسو؟ شوف بارك الله الهضره خاويه ديالك، طلع عمر لي البوطه. هو الاول غامر يا لاله سعاد. تعطيها كلها واخا تكون جاي من الجاكولا. الراس ديال البوطه تكل والكلامونيط ما بقى كيقضي فيه والو. يلا شريتو جديد، بلاتي نشوف. ارا شد ها هي خدمات. الله توقنا بغيتي تسكن عندي هناياك. والله ما كرهت نسكن عندك. انا كاين شي مرضي الوالدين اللي كره يسكن في هاد الخيرات. داك ما خصك شي حاجه اخرى نجيبها لك معايا من الحانوت. ما خصني والو علي، غير دغيا سير جيب لي البوطه، بغيت نصاوب قهوه نقدها مزاجي. ورا ديال الفلوس. ها هما الفلوس. يلا هو الاول لنا سعاد. يلا غير صباح الخير السياسيين، ما تخسر على والو وفافور من الفوق. هذا هو العنوان.
الولد تنسى نفسه والو. ولا تنسى قص الله يرحم لك الوالد. سي خلصني نمشي بحالي. أنا قاعد صمطي. أنا خصني ياسين. ياسين. ياسين أنا ملي كنت في زارون شان خدمته. الحق سناني سناني هنا أنا نجي. باشا اجي تحرك تقعد على الطوموبيل. يلا سير اعطينا ابتسام. ديك اختي جات كتصوب الصباح على ياسين، شكون هي؟ تولى السعوديه. انا ما كنديرش في الشبوقه ديال سكر العماره. انا اللي بغى يشرق يشرق واللي بغى يغرر يغرر. قول لي علي. نعم. واش ياسين مزوج؟ انا مزوج. ولكن وقف على الطريق. انا كنهضر على ياسين ماشي عليك. ديك الساعات وراهضين ما تعرفيه واش مجوج ولا مطلق. انا راني باقي لك شي صرف موجود على الاسواق. اكد الاسواق هاك الله يخلف على الاسواق. قولني خلف السي بوعميره نعيطك تحصدو. صافيتي ما لقيتي فين تقلتي يا موك الطوموبيل؟ لا ماشي انا، الطوموبيله ديالك اللي كترعرع بواحد الله يحفظها السلام. اش كدير؟ كترعرع. كاين راه في المنزل كتسناك الدروب تاع الليل الخضر. ياسين ما كاين شي في الدار. الا كنت على خاطرك يا سيدي نتسناه هنا حتى يجي. قصدي تجي تدخل معاك تسناه مرحبا بك. لا خليني انا. ما السلام عليكم. السلام. سوي في حل.
لكن اللي يسول فيك صاحبي. ألا لا ألا لا، راه عندنا ما نقضيو. الله يرحم الوالدين، لما تلقونا نمشيو بحالنا. أسيدي شنو خدمتنا عملناها؟ استنى يجي الأيدين ديالك وقتك، راه دائما تمضاو. نسنى شوية. أنت شوف فابوري خليتيه ولعبتي على العود الخام، ما كتصنقش، ولي تحل دماغك شي شويه ولي تسمع لي. شتي طريف الخبز، شنو الخبز؟ الشكلاط وكل كليتي غادي من يدي. اسيدي افكو حيلنا، الله يرحم الوالدين. افكو حيلكم، مالكم كتزحموا؟ غتولدوا ولا؟ لا لا، هادشي اللي حنايا فيه راه فات زحم الولاد هذه. شوفوا كيفاش ديروا، تعطيونا ديك الوريقات ونمشيو بحالاتنا كاع. بنادم البشر اذكر الله تلقاه، اشي شويه ديال النظام شويه الهدوء، يجي الشاف يسين لكم الوراق ديالكم ومريضنا ما عنده باس. ودابا انت كتقول لي يجي الشاف وهي كتقول لي يجي القايد؟ دابا شكون هو هذا الشاف؟ هو القايد. شكون هو هذا القايد؟ هو الشاف. هاي لقطه يضحك. بعد مني انا هنايا وتفرقع بالضحك. وحدي راسك دلي عليك ويجيك، انا غادي نوجد لك شي حاجه تاكل. يا كتختار غير لي براكاسي، ما تفرو لا العاود لا اللي كيركب عليه. ياه انا غادي نلعبها ونراه تفرج لما دخلاتش لاصقه. عاونونا لفلوس واحد النميره الله يخلص. زعما هو جالس تقاس هاد النمره هادي ما عاد نساناش. إلا دخلت الغرفة غنبرعكم شي صبرا
ما دارش. جيت داوي البلاد من نهار عرفت ولا اصبح على واحد السيمانه اللي فايته على بنت كان غيجي بفلور ولكن اش تقول داوي البلاد ما تستغربش بزاف والله كان شي هاد النمره هادي اللي اختارت حتى هي راه قادره ترجعك بحال ولا اكثر شتينا حوايجي كاع بعتو مع قد عندي هذيك الخرشة اللي كنا نزلها رجلي حتى هي غالبية بوا المهم تجي تجي هاتي اختي من هنا شكون كان كيقول خاك ياسين غادي يولي طيب تبارك الله عليك شتي زمان اش كيعلم قول لي من هنا راجلك ما داكش عند الطبيب حقي يتقال أخي ما خلاش الطوبة ولكن الله غالب قدر يكون العيب جاي منه وكيف؟ قدر يكون الحال هو اللي عاكر ماشي انت هويلي هذا كاين شي راجل عاكر مالو كحلايا نسى اللي عاكرت باش ننوي تيري والله ما نعرفت انا مجبرت فين نمشي وجيت عندك اولدي من بعد الناس تكمل انا نفضل راجلك ماشي انا ما قلتش يا اخي ولكن راجلي ما بقاش يخصو مني وقال لي بدقني علاش ما تسمعيش كلامه انا كاين شي مرا كتبغي عليها الشريكه اجي دارنا اللي كاينه في العروبيه ديال الوالدين الله يرحمهم غير مسدوده دابا غير خصك تكون تما بوحده في الشهر على ما كتعرفش الناس تما فحال دياز خصهم غير ما ينهشوا المهم انا قلت نشوف شي خدمه هنا يحسن لي شكون اللي قال لك الخدمه غير مشيتها في المدينه كتشوفك اخي ما خصكش نجي لعندك بقات فاش تجي لعندي ولا نمشي لعندك شوف اولدي ما والو الا ما بغيتيني نبقى معاك قول لي دابا نمشي بحالي اسمعها من هنا الا ما يساتكش الارض نهزك فوق راسي انا خاطر منك الو لا ما تقدريش تجي دابا معايا السيد في الدار شنو بغيتي لا جايه بغيتي ديري لي سبور وتقريني ما بغاتش تدخل لك دماغك قلت لك لا هي لا حتى انا قلت لك لا هي لا وزيد انا جيت غير باش نستشر معاك اما انا اللي في راسي راه في راسي اسمعي مزيان اش غادي نقول لك لا كنتي باغي تورطيني راه ما غاتسكري مني والو كيفاش تنورطك ولا تورطني ما سير كل علاقه ما بين راجل ومراه هي الولاد شكون اللي قال لك انا باغي الولاد قلت لك هذاك الشيء اللي في كرشك غادي تطيحيه ما غاداش نطيح هذا الشيء اللي في كرشي
وإلا كنتي انت ما قادرش تحمل المسؤوليه انا ما غاديش نكون بحالك. شغلك هذاك هادشي ما تكرشي، خرج سوقو، غادي نكون انا هي امه وانا هي باه. اللي بغى العيال ما جبروا، واللي عطاوهم لهم الله ما بغاوهم. زيدها كتكمي قلتي لي شي كيف جاتك المدينه؟ داهي العربه هي كتبها على شي مرضى الوالدي. علاش جيتي ليها؟ فهمش الراجل خصو العيال وانا عاقره، قلت نجي من هنا ندوز هاد الايامات على ما يهدى الحال بيننا. انا قلت زعما لو يبغي خياتي تنزل داكشي اللي في كرشك وانا نربيه لك. على انا فين مشيت تما مربيه؟ لا ما فهمتينيش، انا قلت زعما الراديو ديالي رحال هو يدخلوا في الحاله المدنيه. كملي فطورك عندك توقف لك، واللي بغى الولاد يمشي ولادهم سمعتي؟ صبحنا على الله. صالح اجمع هاد الماتيريال ما قد على خدمه اليوم. مالك اصاحبي ياك لاباس؟ غادي نمشي للبلاد. البلاد؟ اش هذا الوقت ديال البلاد؟ ضروري نمشي قبل القضيه لات حماد. اش من قضيه هادي اللي خلات حماد؟ لا لا وصافي القضيه ما فيها ما يتعاود. لا تولف فيها شي واحد تصرف بلاصتي. التليفون بيناتنا. اوكي. اوسي ياسين هاد الباتريال هذا فين غديو؟ عطا الله يا صاحبي الكاميواتو. صافي جمع جمع هادشي. ليش شوية شي عتي بزبلو إن شاء الله. السلام عليكم. أيه نخدم معك. أيه واش
كعرفنا من كل شيء، نغسلك شو نصب نطيب اللي بغيت. ايوا كتباتي ولا ما كتباتيش؟ نبات معك ودا كنت عندك بيات. صافي الدنيا هانيه فوقاش نبداو من اليوم ولا بغيتي؟ بالحق خلي لي واحد النهار دوك. رحال رحال ما هناش فين يكون مشى؟ مشى قلب على مراتو. انا فين مشات مراتو؟ خربت مدة. بلاتي بلاتي سناني يجيب لك حصه اخرى اعطيها لخاك. مساء الخير. ماشي انت اللي كنتي متكيه داك النهار على الطوموبيل فاش كانت كترعرع؟ انا من خدامها عرفتي، انا الزيت البلدي كيحمقني كيهبلني. عملنا على الضوء ياك لاباس؟ لا لا والو، غير الدروج طفا، الضو ديال الدروج طفا وي تخلعوا كوتات غير بوحده. الضو ديال الدروج هكا السخره. قول لي قال لك العساس ولا ما تقول لي والو حتى نتلاقى ونهضر معاه. علي علي من خير العربه فين طالع؟ انت جمع راسك ديال جارك. الخير كله تبارك الله ساكن حدايا وانا ما جاي مني خبار. علي علي انا حمار. انا سير الله يقلل هرادك. عندي اطفال سنيرة.
الو صوفيا، ما كنسمعكش مزيان. لا انا عندي ريزو ضعيف دابا. مزيان قولي لي، غادي تمشي بالجري تحلي على من هنا الدار؟ ما عندهاش اي ساروت. انا في الشارع عند رحال. سياسي اقطعي اقطعي، من نجي نعاود لك. سياسي راك عم ديك التليفون، يلا نشربوا شي كويس داتا راه على نبرد. يلا سيتي يلا كسنا خي ياسين، ما خلاليش المفتاح. نوضي يلا معنا ما نكسش معايا. نوضي يلا معنا. واك فتح لي مخك بهذا الكويز داتا على ما نوضو نوجدو شي عشاه الزوافرية. لا لا خليك جالس معايا وشرب معايا اتاي، خلينا ندويو في المهم. انا كنسمع ارا معاك. قولي يا ود عمي، دردي كتشوها في الشر، تخلي المرأة تخرج من دارها وتمشي للمدينة. دابا غتفاد الخطاب وتمشي معايا، تراتيها بشكل ما تعاود تجيبها. وعلى انا خرجتها من دارها باش نمشي معاك نجيبها؟ وزيدون انت جيتي علاش ما جبتيهاش معاك؟ المرا كتبقى مرا، انت ما عندكش اي معيزه حتى في الدار. السياسي غادي نجيك من الاخر، انا راجل باغي الاولاد. وهي شنو دابا؟ واش ماشي من حقي نقلب على راسي؟ من حقك؟ ايوا خصك تعرف راني ما خليتش مجهود يا سياسي، ما خلينا سادف، ما خلينا اطباء، واللي اعطى الله هو هذا. اعمل راسك في بلاصتي، شني غادي تعمل؟ غادي نمشي عند الطبيب نشوف واش العيب جاي مني. ها احنا رجعنا للهضره الخاويه، عمرها ما تعرفت في شي واحد من عائلتي. السياسي انا راني راجل. انا ما قلت شي العكس، ولكن الولاد راه ما فيها لا راجل لا امراه. اسمعني تعالي انا وياك ما غاديش نتفاهموا خير حال. خليت كتسعى السياسي لا السياسي فاهم ماشي في هذا الليل، خليك بعدا غير حتى يصبع الحل ونمشي. السياسي انا الشيطان اجي السياسي، خلي غير يصبع ويفتح. ايوا يلا بالصحه والراحه، شو اسمعك؟ الله يكثر خيرك، جاتني مزيون هيك. الواتي يقولوا السر في اللابس ماشي في الملبس. اشرب القهوة كملي ليا. قال لك لالا ما بغاهاش يتحبل منه، وقال لك داك الشيء اللي في كرشك منه وطهرك ونزيدك، قال لها طيحه. ويمكن شك بان داك الشيء اللي في كرشها ماشي منه هو، باينه من الهضره ديالو داك الشيء ديالو. ايوا هي تكون ضربات حساب خاوي ما فكرتش مزيان. اي جات مع خي ياسين. سعودية بغيت نطلب منك واحد طليبة. ايه بغيت نخدم، ولكن المشكلة ديالي ما عارفة راسي من رجلي في هاد المدينة. ما كاين حتى مشكل، غنوقف معاك حتى تخدمي ان شاء الله. سر الله يفتح عليك بيبان الخير ان شاء الله. انا ما عليا لالا غير المخير في حوايج غادي نلبسو لك، المخير في الرجل غادي تطيحي. انا خصني نخدم بعرق كتافي. يا لالا واش كاين شي خدمة بلا عرق؟ هبيلة انتي هبيلة. واش القهوة؟ يلا حلي هداك الشعر شوفو كي داير. ها منانا قاتلك ماما ورقة الدار، ورق ديال الضو جاو، خصنا الفلوس ديال السندك، تجمعت عليكم شهرين. ماما ماما قالك عموني صيفط لك فلوس السندك. بسلامة. شحال فلوس السندك؟ بغيت تشوف الدروج كيفاش عملوا السن، إلا موت موت تحرم. يا اللي ما تعاودش. في بيتها؟ أنا كنت
السعوديه. شكون هاد السعوديه؟ السعوديه جاره ديالك اللي ساكنه تحت. واش انتي يلاه وصلتي وليتي كتعرفي ليا مع الجيران؟ شحال وانا ساكن هنا ما كنعرف حتى شي واحد فيهم. انتي اللي ما خليتيليش المفتاح، وهي مسكينه الله يكثر خيرها فهاد النهار جبرتني جالسه في الباب ودخلت لي بات عندها. ماشي لهنا فين خاطر هاد الحوايج؟ منين جاوك؟ منين جاوك هاد الحوايج؟ السعوديه. واش انتي حمقى ولا باغا تحمقيني؟ انا ما نقدرش على امي يا بنت الناس، غادي تتلسى انتي بهمك. شكون من هاد الصداع؟ يا سي مالك تغوت على الصباح؟ اش باغا كديري دابا قدامي؟ سيري فحالك، دخلي لبيتك، ما بقيتش باغي نشوف وجهك، دخلي لحالك. قل الحمد لله بعدا ملي لقات فين تبات. ما لقات فين تبات غير عند. شوفي سيري بعدي مني، بعدي مني سيل توبلي. شنو داكشي شادة في يديك؟ دي سعد السعود بنتي، هي اللي منساني مسكينة. راجل كرحال عنده الحق، انت اما مسطية اما كتقلبي على من تسطاي. ها هما السوارت، مرة أخرى ما تقوليش اللي خليتك بلا سوارت. اسمح لي سقسيك العساس. اي ماشي هزين، ولفتي المدينه ولا باقي؟ باقي ما بغيتيش نحشم على اغراضك. النوبه اللي فاتت دوزت عليك، ولكن هاد النوبه الله يعميها لك. بنادم يغلط فيك. اجي نسقسي، فين جا سيدي عرسلان ضل البحار؟ علاش ماشي سيدي عرسلان ضل البحار؟ الله ينفعنا بزيارته. عرفتي قلبي مقبوط وقال لك اللي كيزورو بالنيه لا يخيب. غنمشي مع القنطره د ودلاو، كاين التاكسيه د الزلا، غتقول له عاد بيني سيدي عبد الله البحر وغادي يدخلك سيدي عبد الله البحر. هو بقبه خضراء واليوم كاينه الزياره. بصح ليلى سر الله يعطيك ما في نوايتك. ما خسرنا والو. هذا انا اللي كيتسمى هذا الماء ديال زمزم، ما كيتسموش هذا الماء ديال زمزم ديال كل شيء. مزيان. حاجة مزيانة. والمرأة مسكينة اللي سبات وداوات وعيات وجارات وما جاب لهاش الله الشفاء من أجل العقل. قالت لك أنا الزهرة ديالي ولدات ولكني أنا ما جاب ليش الله. عندي واحد العشبة كنفرطها بواحد العشرة ديال الدراهم. إلا شربت هاي المرأة اللي قالت لك أنا سببت وداويت وعييت وجريت وقلت الله غارب كيجيب ربي الشيخ كرم عند الله إن شاء الله. المرأة اللي سببت وداوات وعييت وجريت بسم الله. اللي فيكم مسحور مطقة معرس عنده غيار ديار صداع إلا كان اللي عنده مادة سكرية يتحملها ويتحملها مدة 42 يوم كما ذكرنا. محمد حبيبي النبي من المرسلين على صراط مستقيم أنزل عزيز الرحيم لتجرب الماء يرابا وهم غافلون فحط على قلبهم لا يؤمنون يا جعلنا في أعناقهم Wow.
تعرف عليه المدري ديالي معكم باش تبقاو في السكن؟ قبلش مور ويمكن نجددو معنا الكونطرا في اي وقت. الا ما جددوش معكم الكونطرا غادي نصيفطكم فحالكم. اسيدي ما غاداش نرجع، ما عادين ولات هذا الشيء اللي في كرشي وقاديت وريقاتي. واش حساب لك انت يا صبريون كوان حتى لهالدرجه باش ديري فيهم داكشي اللي بغيتي ولا شنو؟ مالك معصب؟ قول لك بدا ديالي غتوحشني ياك. انا كنخاف على البيبي اللي عندك في كرشك، الا مشاو عاقو بيك اسبانيول اش غديري معاهم؟ ما تخافش انا الفران وقد بحومه، نوصل تما نقاد وريقاتي ونصيفط لك باش نلحق عليا. اش قلت؟ شتي في الهضره ما كنقدرش عليك، ما نقدر نمشي ونتعشى وضرني الجوع. داش حاجه في البوطه عملت لك باش تعشى. شنو غتعمل فينا العافيه ولا شنو هذا الشيء؟ كنت بغيت نعدل لك غير ما داك ولا خاي. شكون اللي قال لك انا باغي ناكل؟ قلتها لي واش قلت لك انا باغي ناكل؟ المسلسل ديالي شنو؟ علاش قلبتي لي المسلسل ديالي؟ كنت صنت الاخبار حتى كمل المسلسل وصنت الاخبار كيف ما بغيتي. مية درهم كانت عندي في المجرة ما بانش ليك؟ راه معك داوي 500 درهم كانت عندي في المجرة. أنا 500 درهم كيفاش أنا 500 درهم؟ 500 درهم كانت عندي في المجرة في البيت ديالي ما بانش ليك؟ وأنا شدخلني البيت ديالك أخي كيفاش؟ واش تعمقين ولا شنو؟ شكون اللي كاين في الدار؟ كاين غير أنا وياك كاينين شنون؟ والله غير ما تبدل صافي هزيتي يا بولي هزيتها والله غير ما تبدل 500 درهم عطلت يا صاحبي بصباح حنا كنتسناو فيك. ضروري نمشي للبلاد عندي بزاف المصالح ما نقدر عاود سالت اليوم لا سول فيها شي واحد تصرف بلاصتي
بيناتنا التليفون. اش غنقول لك اصاحبي؟ انت تعرف شغلك هذاك. اخليه يدبر راسه وحنا جالسين طونكي في البيت. حاجه اخرى هاد الحمر جاك يحمق. شوفي راسك في المرايه. مزيانين كاملين ولكن المشكله ما نقدرش نلبس بحال هادشي. هذا الهبيله لبسي وتفركسي راه كله وقت وقته. سير الله يزين ايامك. دابا غتمشي للدار وتلبسي لي هاد الحوايج اللي غنعطيك ياك، وتفركسي وتقادي وتزوقي ليا وتحيدي لي ديك السبنيه دايره فوق راسك صافي، وتلحقي ليا. فين غنلحق عليك؟ الخدمه فين انا خدامه؟ القهوه ديالي. وعدي شكون غيوصلني تما؟ معلوم توحشناك. واش نقول لك؟ لقيتينا غنمشي للخدمه دابا 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 ضروري. ها انا كبيده، كيف جيتك؟ ها سدلت عليك ياك؟ باقا ما شفتي والو. صبر عليا لا تتعك. انتي شي كتعقلني دابا؟ انتي تشوف شكون جا؟ صباح الخير. صباح الخير. خصك خيا سينيك؟ لا غير المصباح عندي مقطوع وبغيت نسول واش حتى نتوما ما عندكمش الماء مقطوع؟ لا لا حنا ما عندناش الماء مقطوع. والضو؟ لا درسي انتي خدة هنقول حتى هي شعلة. انا هادي صنباني درسي انتي. الله يسامح اختي. شوف لي هاد القهوه فين جات. راهي الله يرحم والديك. ما كاين حتى شي مشكل. يلا اختي مش ممكن عيط لك. سمحني ساقسيك الله يرحمها. نعم هذه القهوة السعودية. هي القهوة السعودية شي حاجة؟ فين هي؟ ما كايناش دابا جلست تسنى إذا بغيتي. مرحبا تشرب شي حاجة؟ الكزم واخا كريم. نعم. أعطى شي عصير على حسابي. واخا واخا جيت جلست حداك. هجمت عليك. سميتي حنان؟ منانة. تعرفين منانة؟ ما تكون غبشة ياك ما الهمزة طلعت لك فاتو. شنو هي زعما الهمزة؟ لا 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 ما كان كميشي وبلاتي كاع ناس كميتي.
انا جيت نفتش على الخدمه. هي تي بقى مكوطه. شنو زعما مكوطه؟ مكوطه زعما هي مكوطه زعما هي بقى جايه في الخدمه. الا ما فهمتينيش. انا عاد كنفتش على الخدمه. قولي هاني الغزي ولي فيك انا نقلب لك على الخدمه. بصح سر الله يفتح لك بيبان الخير. وفوقاش كتبنيني ظريفه نتعاهدوا تدخليني من فوق واللي كنقسموا جوجنا الفيكتيمات كاملين 50-50. اش قلتي؟ شنو زعما هاد الفيرمات؟ الفيكتيمات شنو زعما؟ زعما هما رجال صحاح الهموز اللي عندهم الحبه. واللي انتينا من هادو؟ وهي صراحة انا ما عنديش مع البنات، ولكن انت كتباني لي ظريفه ونيه وغزاله قلت ما فيها باس. ايوا ما حشمتي شي حرام، ما حشمتي شي اليوم. يا ما حشمتي شي مصفوطه على الغزاله شي حمار طلعوا عليك. وهذا الخدمه بنادم حمار، هذا الخدمه كتطلع على خدمه بقات تعيط عليا. ويا ما ودي الخدمه بنادم مر. كريم جيب شي بريكه. كريم جيب شي بريكه معاك مر. ماري لا زوينه هادي. سوية شي حد؟ جات وحدك تسول عليك، نيضتنا القربالة هنا، تفكينا معاها غير بزز. وفين مشات؟ جريت على ولدي واش بغيتي تطيح لنا شي روح هنا؟ صافي سير شوف شغلك. عاود رجعتي عاود. سعدية سير بحالك. سعدية سير بدل الساعة. شوف سعدية سير بدل الساعة. سعدية خلاص خليها تدوز. يلا اش وقع؟ سعدية شكون اللي بهذ لك لاباس مالك اش وقع؟ حرام عليا وعليا شكولا غادي تفرج لي على شكون هادي؟ شكون هادي؟ اللهم امين. غادي نعمر لك واحد برلاداتي شحال هذه ما شربتي بحال. وشفتك ساكت العموم. علاش ما كنفتح شي باب كتسدوا لي فوجي؟ الله اودي العموم. واش كلام المعقول ما بقى لاعش بحال؟ فين هو المعقول؟ شركه اللي بيناتنا ديما مطلعني لها فولا حمص. ها؟ الكسيبة شي مات شي غادي يموت. قلنا الكسيبة ما جابش الله. ايوا والفلاحة المياه تبارك الله. انا معاك تبارك الله. هذا العام الماء يدي الماء، ولا يني الماء الى فات القياس كيجيب معاه البلا والباس. شحنا في العهد الحجري ولا جات الشتا جابت معاه البلا والباس، جا الجفاف جاب معاه الفلاس. ايوا انت حنا غادي نقولوا العام زين. واش غادي نقول لك العموم؟ العام زين غير عند صحاب البوا، اما الفلاح مسكين ما عالم به غير الله وكثير الا كان يدو بوحدو. شاش قلت لك في الاول؟ قلت لك الباب اللي كنحلو كتسدو في وجهي. دابا اش غادي نقول لك؟ نهضرو في المعقول. قول لي غادي تمشي انا وياك رجلي برجليك، غادي نمشيو حتى لعند منا انا، غادي تقول لها جوج كلمات صالحه وتراضيها ونهزك عاود بالطوموبيل حتى للدجر. شنو قلتي يا ود عمي؟ وملي هكذا علاش ما جبتيهاش معاك؟ واش انت حماقيتي ولا شنو؟ نجيب لك انا اختي سالهنا باش تبقى تعايرها بالعذر؟ ديك شويه ديال المسكينه العقل اللي عندها فراسها بغيت طيرولها. الا كان على هادشي بلاش اسيدي.
ما خلينا معاها لاحة حالة من لاحة، والله شاهد والناس شايفة وعرفة. نجوب من الاخر، شنو ناوي دير مع منالة؟ من قبل كنت عاود نجيب عليها الشركة بالشوار ديالها، أما دابا غادي نعمل الشوار دراسي. وبيني وبينك السياسي، كيظهر لي باللي حرام الرزق بيني وبينك. تبارك الله عليك، درتي بوجهي. أنا غادي نتسنى براتها وشوف اش غادي نقول لك. شركة اللي بيناتنا من اليوم غادا تصفي باش تشرب. الله يهنيك. وقلت تشرب شي كاس دافئ. شربوا بوحدك. السلام عليكم. ياك ما باغيش خدامه اختي؟ حتى انا كخصني خدمه. شوفي لك شي سيكتور اخر، هنا راه خدامين بعرق كتافنا. حتى انا خصني نخدم بعرق كتافي. لا باينه عليك تبارك الله، كملي على الطريق وغبري من هنا قبل ما ينوضوا نتفك هاد الوليات. يلا غبري. اش كتسنى؟ مزيان تبارك الله. والو يا بنتي يا سعد السود، يما تمنى انا ما عندها شي سه، حفيت الصباط وبلا فايده. يلا ربي كبير، دابا يحلها ان شاء الله. شوف حبيبه على منظر شحال مزيان. شوف انا بسم الله. لا لا الله يكثر خيرك. خذي خذي بسم الله بسم الله. انا سميتي عزوز وانت سميتك من انا تغزوتي. ساكنه هنا؟ لا جيت عند خي ياسين. انت شنو خدام؟ انا خدام في واحد النمره، حالف تنجيبها في لورد. اليوم زلت على المرأة كسان ولي لاباس عليا الساعة فلتات، بحق نجيبها نجيبها، واخا راسي قاصع لاصق فيها باباها نجيبها نجيبها بيا ولا بيها. شكون هي؟ الربعه غنجي دابا تشوفي. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمح لي ساقسيك الله يرحم والديك. شنو بغيت؟ بغيت نخدم. شنو كتعرف تعمل؟ ها؟ اش كتعرف تعمل؟ والو بالحق انا راسي صغير باغي نتعلم. ايوا مشي حتى كيبغي لك راسك شويه ورجع لعندي جيب لاتيسير. بالحق انا كنعرف نغسل القشور. كتعرف تغسل القشور؟ اه خصك خصني نخدم. خصك تخدم؟ سير لا سير سير، معناش الخدمة هنا. مشي مشي بدا الساعة الأخرى. مشي قال لك خصها تخدم. نانا على السلامة ديالك. ليش هكا الحوايج؟ أول حوايج السعدية الجارة ديالك عطاتوني مسكين. واش بغيتي تحمقيني ولا شنو؟ يمكن عرف أنا شي جارة. شكون هي السعدية هادي؟ أخاي بلا ما تغوط الله يرحم والديك، الجيران غيسمعونا غير بشويوش. يسمع اللي بغى يسمع، واش أنت حمقى ولا شنو؟ محكر راجلك؟ شتي رحال عنده الحق.
كنتي معاه ياك؟ اجي مورايا. نوضي جمعي راسك، رحال ما بقاش غادي يجي موراك، هو تهنى، انا فين من غادي يسوح لي. شنو الخير اللي غيعمل في راسو؟ اسمعني مزيان اش غادي نقول لك، شتي رحال غادي يتزوج حيت باغي الولاد. كبري تخلي على دماغك. صباح الخير ابا ياسين، وقلنا لك صباح الخير ابا ياسين. نعم قلتي شي حاجه؟ مالك الله يسعد الصباح. واخا ويلي ويلي على السيده هذا، دخل خرج عليه الضبع. شكون انا؟ انا مالك في خير الصباح؟ سلام. هلا. ياسين شتك مغوبش ومقلق وساكت، ما بغيتش تقول لي زعما مبروك؟ علاش غادي نقول لك مبروك؟ لا هذا زعما راني مسافرة ولا؟ داكشي اللي فكرتك فكرتي فيه؟ ياسين ألف مرة قلت لك أنا راه فران وقد بحومة، الفلوس اليوم كتحل جميع البيبان. فكرتيني. خمسمية درهم خديتها لك من المجر، كتناقصني المصاريف ديال الفيزا. كتهزي الفلوس بلا ما تقوليها، مخلياني مطيح الباطل على أختي من هنا. خلعتيني، كتحب لي شي حاجة وقع؟ لا لا ما وقع والو. المهم خلينا دابا في موضوعنا. قلت لك نوصل تما نقاد وريقاتي نصيفطك توصل عليا. فين كتحلمي؟ ما علاش فيها؟ عرفتي هذه اللي فكرتي لي ولات في السبليون؟ راه غنصوب الوراق وتما وغندوك معاهم نوت بالهلا يطريه ليهم. اش كتفكريها في راسك؟ وانا؟ انت مالك؟ هادشي اللي غادي يتولد شنو غتقولي ليه؟ باك ما قادش على المسؤوليه. ياسين بلا ما تعقد الامور هذه، انا راه ماشي قليله في الاصل. علاش ما نتزوجوش؟ كيفاش حتى لدابا عاد كتقولها ليا؟ ملي كنت كنطلب ونرغب فيك جالس عليا حيديه طيحيه الكورتاج هو الحل، وملي قضيت وتحملت مسؤوليتي جيت دابا غدير لي راسها في الرويضه هكا. هذا راس مزود تبرهيش. والو السعوديه والو سخاوي ديمت ما تبارك الله عليك، انت لصقت ديما عامر ياك كتشبي بعدا بديك المسال الماضي. وراك عارفني انا ماضيه في كل شيء. قول لي بعدا شنو جابك؟ ما عرفاش على جديد توحشتك. قال لك توحشني فين توحشتيني؟ خبرك يا سيدي كلهم عندي ديالك وهي صاحبك الثاني. شنو مبقيناش عاجبينكم ولا ما عمرناش لكم العين ولا شنو؟ هذاك الثاني مسكين حريرته حريره، النهار اللي مشات ليه ديك الفيفره بقى مسكين لا يعرف لا يقدم ولا اخر.
اشنو فيك ما تدبر على صاحبك اليوم؟ دور وشوف. هذا الشيء جديد علي وبلدي الله يبارك. دوك شويه عليك ماكش تكحواليتي داك منا واللي كيعجبتها انا. ايوا سيدي سميتها منا انا ويلاه جايه من الجبل ونزيدك باقا مكوخطه. وشنو ما نديرو شي تقصير هاد الليله؟ يمكن فين؟ عندك في الدار ولا لا؟ ما عرفتش. ربحوا هاد النمره تعطيني الثقه اتفق عليها وطلق مني تمشي فحالك اصاحبي ناري على الصخا كنا شفتو ما عمرني شفت الربح كي داير عاون خوك على هاد النمره هادي هي اللي خسرانيه معاها هاد المره ما غنزقلهاش نزقلها ولا ما تزقلهاش انا راه حياتي كامله مزاقله هذا مالو شكرا لك سيدي هلا اختار لي بوكو في مصرف الجديد هنا بالي يا هني بالي انا بعينك ميال هذيك الخايبة سيري لداركم سيري تنعسي راسك عليك الحال هذاك السكايري انا ما عنديش دار سمعتي ولا لا انا سكايري غدا غادي نصبح الساحل كيت كنتي انتي خصك تدخلي لداركم شتي الا ما كانش عندك داركم انتي زيرو تبارك الله عليك انت مطفر انت فالسو والو وجوج زيرويات كادو من عندي انا راجل اللي درتو جا معايا سكرت اللي درت انا بوحدي انا كنت بعدا خصك تمشي لداركم تسدي عليك بالساروت واش عاودوا لك عليا يا اختك ولا مطيح عليا العقد جماعة 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 راسك اختي من هنا كنت بحت امك من هنا حتى لهنا سلاح عليا فين كيس طيح عليا كتفعين على امك قالك تفعيني انا انا تدفعني وسمي العلم كي تدفعني امك انا تاسر امي انا يا بنت الحرام شي انا كل ما حشمت كل ما كنتي مرا كل شديت امك من شعرك سمع بامك تقول لك انا انا ما سكرتش قبل ما تشي اجي انت فين كيتعرفني؟ اوه فين كيتعرفني؟ انا جارك لا 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 وصافي انت هي جاري عدا تبوسني ما كنعرفكش ما انت جاري وحشنا في سماعكم الله يبارك فيك على اللاله السعوديه احنا جايين دابا معقول
لا ما تريحني ما تريح. صافي عندي انا جيران جيران من هنا عندي اختي غادي تجي تقابلني. بحال ما شتي حسن قلت لك انا ما عرفتش ديك الجيران كان فين دابا على التليفون فين دابا راه تبروج شي تبارك الله شكرا الغزالة ديالي انا ماشي ديال طلصه برك نزيدوش فيه من هنا هيك عجبنيش الحال السعديه غير حيت هذه اول مره من بعد غادي تولي فيه غادي يعجبك الحال صافي يلا لا سعديه هذه ماشي موطعي ما عجبنيش الحال سمعيني غادي ترجعي تجلسي ولا غنولف لك الدراري انا وياك يلا قلت لك ما عجبنيش طلق مني طلق مني متحيد هي والو لا لا مالك اخاي وادي خاي سمحي لي لا فيقتك على الصباح لا كاين حتى مشكل بغيت نسولك على اختي من هنا ما باتش البارح في الدار قلت مع راسي تقدر تكون بات عندك من هنا لا خويا ما شفتهاش مالها لا مالها والو يطرا بيناتنا شي خصام وما رضاتش وخرجت من الدار عرف الله فين شدها مسكينه لا سمحي لي على الديرونجمون لا خويا ما كاين بس
نانا نانا كتاكليش؟ قولي ما تحشميش. ما عنديش شاهد المكلة. المهم انا غادي نخرج كملي انت فطورك على خاطرك ما تقش شي حد ما تحلش عليه الباب. اشنو حتى اليوم ما فيك ما يخدم ولا ما تكفيش حتى براسي زادني حتى هي عمها وفيتكم مشات ما عرفتش اللي خال عليه هي ما كتعرف حتى شي واحد انا هذيك راه مقطوعه من الشجره غتكون رجعت للدار وصافي دار من هنا هنا راسها قاصحه هذيك ما ترجعش للدار ومازالين حويجه في الدار لكن عندك الحق انا ما سولتش هي رحال الله تكون رجعت للبلاد الو ارحل كلشي لاباس كلشي لاباس قول لي واحد منا انا ما رجعتش البلاد اش من امانه الله يا ابني البريه ديالها راني صيفطت على المدرسه ديالك وقل لا ما بقى لا مسجد من عندي انا السيمانه الجايه عندي الدخله العرس اه العرس عندي العرس ايه تبارك الله عليك اسي درتي داكشي اللي بغيتي وتسناني أنا جاي ونفضي معك الشغل أمن درا كاين شي خبر ولا حتى كيسقاك غير الزيت في البيت يلا يلا حبيبه ما درتي عشاء خليتي والو في الدار خليت والو قاعد الزين خليته في الدار ما خليته مال صافي طلعت لك في راسك سيمانة انت ما كتكذب عليا بغيت نعرفي علاش محبسني مال شنو خصك واكله شاربه ناعسه ماشي شنو خصك ايوا ايوا علاش كتكذب عليا اخويا علاش كتكذب عليا
فين الخدمه اللي وعدتيني بها؟ شني؟ خدمه انا مكتوب عليها الشغل، خدمه القواجه دوك اللي في الشواد ديالهم. بابك انا دارك انا وليك بغي نقصرو ماشي دير لي العزوم. مالك على هاد الحاله؟ مالك هي مشي بحالي تمشي سير دار كبير واسع وعريض كيزوم الجمال. اييه وانا امشي لحن وامر الوارين وما جاوش قغانتي. عليكم السلام. بغيتي خدامة ولا؟ نعم. شحال كتخدم؟ 30 نفر. ولكن أنا بغيتك اليوم. قد عرفت تصبن تحدد؟ إيه كنعرف ليا كلشي. ولكن اليوم أنا قلت لك يعني تصدع معايا قدام. السلام عليكم. جيتي ولا جابوك؟ بدلي الساعه بخرا نشوف لك شي قنت اخر. على ديالك ولا خلاه لك بابك في الوقت؟ سمعوا يا البنات، تحل لينا الفم وتعلمنا نردوا الكلام. والله ما تقلعي من هنايا تندير بك شراعي ديالي ونوريك خزوم حلاه. ايوا هو دابا ووريني علاش قاده. هي اللي ما تعاود ماشي لك معاهم. كلامنا في السوق اش بينك وبينهم؟ انت لا كتشوف بنت الحرام. بغيت نسترزق على راسي ما خلاتني شي. الله يسامحك الله يسامحك. فين هي مونيكا؟ هاي عندي معايا في الماليطه تشوفها. لا لا باغي نعرف السر اللي مخبيه. السر سكوتي هي حكايه ما كيعاود حد لحد. هذيك الحكايه هي اللي باغي نعرف. عرفتي خليني ساكته حسن. راه الا بقيتي ساكته ومخبيه في قلبك راه يتفرقع. عاودي لي احكي لي كل شيء والله يقدرني نعاونك. قل لي مين بغيتي نبدا لك؟ ما بديتش غير قول لي. Thank you.
يونس شويه الايمان ديالك ويونس فيق معايا صاحبي ما تخرجش ليش عقلية نار عاود رجع شمال ديالك على سلامتك صوفيا باش عارف طلعت لي النمره ديالك في التليفون فينك دابا خربتي توصلي المحطه سينيني سينيني في المحطه ما تحركيش صالح جمع معك ما طلعت اصاحبي هذه والله ما خدمه كنا نسامح فينا في هذا الخلا جمع معاها صاحبي عاونو ما تخش تفرج فيها وانت غاصب لاصو خلينا حنا تماره بغيتي تماره انت غادي نديرو تماره اسير صحة والراحة التحميمة لنا السعودية اي والله يعطيك شي تحميمة اش باش نقول لك الحمام والحبس ما كيمشي ليهم غير اللي دار علاش واش غادي نقول لك الله يعطيك المسخ قلت لك في الاول ما سمعتيش كلامي دابا اللي طلعتها يا سي احنا ولاد اليوم ما عرفتيش حق خليتي بلا استخاره واحدة إلا أنا حبيبي باز سيدي باز بلا أنا تعطيتي المرة غادي نخدم نجاوها عندها شي ضياف واش بغاتني نعاونها؟ ما قلتش لي تسيني وجدك ما تاكلي؟ لا 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 عدي براسك عطاتنا باش نتعشى الله يكثر خيرها يا راه جا الوقت فاش تعطي الراحة لراسك وتفكري في داك الشيء اللي في كرشك
زعما كتخاف عليها هسي؟ مالو نخاف عليه؟ انا عندي من غيرك. ايوا كيف ما سترتيني الله يسترك دنيا واخره. الله يجعلك ويجعل داك الشيء اللي في كرشك قدام الربح علينا بجوج. دعي معايا غير ندخل هذيك النمره في الاوردر وتشوفي اش غدير لي. انا حامد الله وشكره. هاك هاد الفلوس هتشري بيهم النفولة بالحق بشرط بدل النمرة. والو هذيك النمرة غير بيا ولا بيها؟ الله يرحم والديك عزوز على وجهي لما تبدل هاد النمرة. تحت نقدر يقنعني في اثنين بدل النمرة ولكن حيت انتي نجر ولي لي عليها. واو شحال زوين عرفتي ما تختار. مفاجاه ما كانتش على البال. هادي صوفيا ندمت بزاف حيت خليتك مشيتي وندمت كثر ملي ما سمعتش كلامك. ما تصوريش شحال تعذبت علاش فكرت باش نعوض كلشي. ماشي بوحدك اللي تعذبتي، حتى انا تعذبت بزاف وقاسيت بزاف. في الغربه ما كاين لا حنين لا رحيم. لكن الحمد لله عليها ساعه احنا تلاقينا من جديد. عندي بزاف ديال الهضره بغيت نقول لك ولكن ما عرفتش باش غادي نبدا. بلاش خلينا عايشين هاد اللحظه. كنت من هاد الحلم اللي حنا فيه يدوم. خلينا واقعيين دابا كنفكر بزاف ديال الحوايج كاملين على الثلاثه انا وياك والبيبي ديالنا. تبدلتي بزاف يا ياسين. عمرني ما كنت متوقعك انك غتغير بهذه الطريقه هذه. اسمع ماشي هكا وبنادم مولي طور مع الوقت داكشي علاش قررت باش نتحمل مسؤوليتي كامله. عرفتي دي احسن حاجه سمعتها في حياتي كامله. ما جاوبتينيش وقتاش نكتبو كتاب؟ شنقول لك في يدك كلشي. بخير الحمد لله. مراتي صوفيا؟ لا 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 لاباس. زيدوا زيدوا دخلوا ارتاحوا. ما عنديش الوقت جاي نفدي شي شغل ورجع فحالي دابا زربان. العموم عملتي حسي ميسي على افريزان وغسيلي نقولوا مبارك ومسعود واخا ما عرفتيش علينا. واحد مننا كاين شي خبر عليها من نهار فاش خرجت لي من الدار ما بقاتش بانت ليها الاثار. شفتي اش عملتي؟ وانا من جهتي اللي عطى اللعطه وانا عملت معاها اللي خصو يتعمل. اشنو درتي؟ طبتيها بتزويجها مع راساتك لقيتها من جنتي والناس. واش غادي نقول لك العميل؟ انا راجل باغي الاولاد وما عندي زهر. راني وليت بحال شي ذبانه حاصله في القاع ديال الكاس وما عرفت لا نعطي الراس. عاود مره جديده ما كتولدش. انت كتشوف هذا السعد اللي عندي سعدي غير في العقرب. مره جديده حتى هي خير الله فلوس خسرت عليها وما كاين شيء. ملي قلت لها باغي نتزوج ما قالت واحد جوج حتى هزت الباليزه ديالها وزادت خلفها مع الطريق. انا دابا بوحدي في الدار محاموكه. وعندك الحق تضحك عليا. انت قضيتي الغرض وجاب الله التيسير.
قلت لك في الاول رحال، قلت لك خصك تمشي تشوف الطبيب. عاود غادي نرجعوا لنفس الكلام. واش بغيتي انت رحال تبقى زوج تطلق؟ راه انت اللي عاقر ماشي المار. اش هذا الكلام العوج كتقولها سياسي؟ دابا كلامي عوج، اش ندوز المعقول؟ هذيك الارض اللي عطاك مالا غادي تزيد لك عليها باغي نبيعها. الله يعاود العمو، ماشي حرام عليك، خليها تشم فيها غير ريحه الوالدين. شغلي هذاك انا كنعرف اشنو كندير. اسيدي انت تعرف بلادك هذيك وانا ما نزيدك الا الخير. والكسيبه مالا باغي نبيعها. واش غادي نقول لك العمو؟ من ناحيه هذه الكسيبه راه عايشين غاب البركه وصافي، والله ما سنحلو الا نضيع وقتي وجهدي على الخوى الخاوي. عاود تبقى تصبغ لي سمعنا بلي قاب. شوف واحد الحاجه غادي نقول لك، انا ما مقعد من هنا حتى غادي تجيب لي فلوس. اسياسي اسياسي ومصيبه. سمح لي يا لالا، كاين سياسين؟ اه كاين، شكون نقول له؟ جاي مع عند اختو من لالا. من لالا؟ ياسين ياسين. وي شي واحد جاي بشي خبر على من لالا. فين هي اختي من لالا؟ خليتها في السبيطار. مالك لاباس؟ الحمد لله ما كاين باس، خليتها في السبيطار شعدها الوجع، يمكن تكونوا ولدات. علي هربت حيت عرفات شنو دارت. ياسين من انا مظلومه، يمكن معذوره. معذوره ملي الواحد كيطيح في شي مشكل دغيا كيلقاو ليه الحل وكنقولو ماشي لخاطرو. نتوما الرجال صعاب صعاب من الزمان، حيت الزمان كيقصى وكيحن، اما نتوما ما كايناش الحنان في قلوبكم. الله يستر. من انا جات المدينه كلشي بغا يفرسها، انت اللي خوها واقرب الناس ليها ما رحمتيهاش. شنو ذنبها؟ حيت مرا وجات السبب اللي عاقره باش يسرع على راجلها انه يطلقها وتخلص منها. اسمعيني مزيان اش غادي نقول لك، من هنا كان عليها تحضي راسها. منين من غتحضي راسها؟ من رجال؟ علاش الراجل اللي ما يحديش راسو؟ اولا حيت المراه عندها كرش. عندك الحق، الكرش هي سبب الفضيحه وبسببها هربات. سبب الفضيحه هو انت ورحال وغيركم وغيركم. انا صوفيا. اه انت. انا عارفك يا ياسين، انت عصبي وكلمتك ما كتبغيهاش تطيح الارض. خلي قلبك حنين على اختك، راه ما عندها حتى شي واحد من بعد الله من غيرك. شنو غادي تسميوها؟ سعد السعود.
نمسك.